مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص بتوليد معطيات عشوائية للتجربة. مثلا إذا كنتم تتوفرون على قاعدة بيانات وتريدون ملأها بمعلومات قصد التجربة، فمن الصعب ملء قاعدة البيانات مرة تلو الأخرى. فالمشكل فهو في كيفية توليد المعطيات العشوائية. هناك أحد الموديولات الخاص بمنصة نوجيس والمسمى بفيكر. ففيكر فهو خاص بتوليد معطيات عشوائية للتجربة. هنا اسمه فيكر. نقوم بفتح الريدمي. لتنصيب هذا الفيكر تقومون بالدخول إلى المجلد الذي يحتوي على الكود سورس الخاص بالتطبيقات لديكم، وتقومون ب npm install faker، وسيقوم بتنصيب موديول faker هكذا، وتقومون بالضغط على زر الإدخال، ومن ثم سنقوم بتجربته داخل الشيل. نقوم ب var faker require faker هكذا. الآن نقوم بفيكر نقطة والضغط على تابولاسيون. كما تلاحظون هناك العديد من الأصناف الخاصة بالمعطيات العشوائية كالعناوين والتواريخ إلى غير ذلك. مثلا لوغام، فلوغام يقوم بتوليد نص باللغة اللاتينية فقط لملء الفراغ، حيث أن النص في حد ذاته ليس مفيدا في أي شيء، وهو ما يسمى بلوغام إبسوم. مثلا باراغراف هكذا. كما تلاحظون ففي كل مرة أقوم بالمناداة على هذه الدالة فإن فيكر يقوم بتوليد معطيات عشوائية. ووردز، فووردز تعطينا طابلو يحتوي على كلمات عشوائية. إذا كنا فقط نريد استخدام كلمة عشوائية واحدة، نقوم باستخلاص أحد مكونات ذلك الجدول. مثلا نيم، إذا كنا نريد توليد أسماء عشوائية first name هكذا، ففيرست نيم تعطينا الاسم الأول في كل مرة. في المثال الذي سنقوم ببرمجته سنستغل موديول فيكر لتوليد 100 من المعطيات العشوائية هكذا. var message، حيث أن name سيكون هو first name هكذا، والإيميل سيكون فيكر لوغام last name هكذا. سنقوم بتوليد ايميل عشوائي باستخدام last name وإضافة @gmail.com. نستطيع أيضا إضافة الهاتف باستخدام فيكر فون نمبر. إلا أن الفورمة المستخدمة فهي ليست كالهواتف عندنا، فهي الفورمة الدولية للهواتف هكذا. نستطيع أيضا إضافة نود يو اي اي جي require نود يو اي اي جي هكذا. فيرسيون الأولى، ومن ثم نطبع هذا الميساج. كود سورس، نحن في الدرس الخاص بالفيك داتا. كما تلاحظون فعند تنفيذ هذا البرنامج فلقد قام بتوليد 100
من المعطيات العشوائية. نستطيع مثلا تخزين هذه المعطيات العشوائية داخل قاعدة بيانات، وقاعدة البيانات التي سأستعملها في هذا الدرس فهي ماريا دي بي، وماريا دي بي فهي فورك لقاعدة البيانات المعروفة ماي سيكوال. هكذا ماي سيكوال كما تلاحظون فهي ماريا دي بي. شو داتا باز يوز تيست شو تيبلز. هناك فقط طابل واحدة، سنقوم بخلق طابل أخرى لملئها بهذه المعطيات العشوائية. نقوم ب create table. ماذا سأسميها؟ سأسميها users، حيث أن الـ UAIG فهو varchar من 36، و name فهو varchar 255، varchar 255، الإيميل كذلك. هكذا والفون، فالفون أيضا فهو varchar 255. يقول لي أن هناك غلط في السنتاكس، الغلط في برايمري، وجب إضافة برايمري كي. هكذا الآن لقد تم خلق الجدول بنجاح. سنقوم فقط بديسكرايب يوزرز. كما تلاحظون فهو يحتوي على 4 حقول: الـ UUID المميز للمعطيات، والاسم والإيميل والهاتف. الآن ما علينا سوى القيام بوضع هذه المعطيات داخل قاعدة بيانات الماريا دي بي للتعامل مع ماي سكيول وماريا دي بي. وجب تنصيب الموديول باستخدام npm install ماي سيكوال. هكذا ماي سيكوال، نقوم بقراءة الريزمي. يقولون أن هذا الدرايفر فهو خاص بالتعامل مع قاعدة بيانات ماي سيكوال، وهو مكتوب كليا باستخدام الجافا سكريبت. قد قمت بأحد الأشياء، نقوم بكوبي كولي لي ذلك الموديول. هنا نقوم بتعريف الآلة التي تشتغل عليها ماي سيكوال، واليوزر نيم والباسورد الذي نريد استخدامه. هنا وجب إضافة اسم قاعدة البيانات فهي تيست، ومن ثم نقوم بتعريف الكويري. فالكويري فهي ما نريد تنفيذه داخل ماي سيكوال أو ماريا دي بي. كما تلاحظون هنا تقومون بكويري وكويري واسم الكويري. كويري فهي insert into users value وأربعة علامات استفهام. فعلامة استفهام سيقوم الموديول الخاص بماي اس كيو ال بوضع القيمة المناسبة داخل علامة استفهام. هكذا نقوم ب connection query والكويري المراد تنفيذها، ومن ثم الحقول.
الحقل الأول فهو المساج يو اي جي، والحقل الثاني فهو المساج نيم، والحقل الثالث فهو المساج ايميل، والرابع مساج فون هكذا. ومن ثم نقوم بتنفيذ الكالباك عند القيام بهذه الكويري بهذه الطريقة. أظن أن الأمر سيكون أفضل بهذه الطريقة نظرا لطول السطر. نقوم ب if error، في حالة الإيرور نقوم بطبع هذه الإيرور، في حالة عدم الإيرور نقوم بطبع الرو. فأظن أن الرو لا أظن أن الأنسيرت لا تحتوي على الرو في الجواب. سأقوم بالبحث عن أنسيرت هكذا. كما تلاحظون فقط عندنا الايرور و الريزولتا هكذا. في حالة عدم تواجد الايرور نطبع النتيجة. سأقوم بحذف هذه الأشياء وأيضا حذف المساج. إذا مرت الأمور بشكل جيد فسيقوم هذا البرنامج الصغير بإضافة 100 من الحقول داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي. Insert into users values وجب إضافة S هكذا. الآن ما علينا سوى تجربته. Not fake data. لقد تمت إضافة 100 من الحقول إلى قاعدة بيانات ماريا دي بي، فالنتيجة فهي صحيحة بالنسبة لكل 100 من المعطيات. الآن ما علينا سوى تفقد قيمة المعطيات من داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي. نقوم فقط بسيلكت ستار فروم يوزرز كما تلاحظون، فلقد قمنا بوضع 100 من المعلومات العشوائية داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي. فهذه الطريقة فهي مفيدة جدا لملء قاعدة البيانات بمعطيات عشوائية للتجربة. مثلا استطيع إضافة 1000 من مثلا 200 فالمجموع أصبح 300 كما تلاحظون. فالموديول فيكر فهو مفيد جدا لتوليد معطيات عشوائية. هناك أشياء أخرى يستطيع الموديول فيكر القيام بها، مثلا كتوليد معطيات خاصة بالإنترنت، مثلا كأدريس إي بي عشوائية كما تلاحظون، أو إيميل. مثلا نستطيع استبدال الجيميل هنا بفيكر إنترنت إيميل، وكان هذا أفضل. الآن نقوم بديليت فروم يوزرز. كما تلاحظون فالآن قمنا بتوليد إيميلات عشوائية
أفضل من الأولى. Not var faker require faker faker مثلا كومباني لتوليج معطيات خاصة بالشركات كمثلا لادغيس الخاصة بالباتونت واسم الشركة مثلا كومباني نيم كما تلاحظون. ففي كل مرة يقوم بتوليج اسم لشركة معينة. هناك أيضا أحد الموجلات الأخرى المسمى بتشانس var chance require chance js على ما أظن اسمه chance js. أظن أنني لم أقم بنصيبه في هذه الآلة. عموما هناك موجود مسمى بتشانس جاس وهو شبيه نسبيا بفيكر، إلا أن تشانس جاس فهو أكثر عمومية من فيكر ويحتوي على العديد من الأنواع الخاصة بالمعطيات مثلا كلالتيتود ولونجيتود الخاصة بخطوط الطول والعرض وإمكانية توليد أرقام عشوائية. ويستخدم خدمة تشانس جي اس على الانترنت لاستخلاص وتوليد معطيات عشوائية. عموما في هذا الدرس قد تطرقنا الى موديول فيكر الخاص بتوليد معطيات عشوائية، حيث ان هذا المثال يقوم بتوليد 200 من المعطيات العشوائية ومن ثم تسجيلها داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي أو ماي اس كيو ال. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر، وشكراً.